يا شباب، السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله يكون درس مختلف كالعاده. هنتكلم فيه عن ازاي تصمم للاوت دور، تمام؟ وكمان بعد ما تخلص الشغل ازاي تعرضه على موكب يكون احترافي ويكون شكله كويس، على اساس لما تخلص الديزاين بتاعك تعرضه على العميل ان شاء الله يتوافق عليه بكل سهوله، لان الموضوع ده بيفرق جدا. فمبدئيا كده للناس اللي لسه جديدة او الناس اللي متعرفش انا مين، انا احمد حمدي. دي قناة اليوتيوب تقدر تخش عليها، هتلاقي عليها اكتر من كورس ان شاء الله يفيدك، خصوصا للمبتدئين وكمان الناس اللي يعني ممكن تكون داخل المجال بقالها فترة، تمام؟ القناة لو سرشت في اليوتيوب باسم احمد حمدي سواء بالعربي او بالانجليش هتظهر معاك بكل سهولة. كمان ده الجروب الخاص بي انا، يعني بننزل عليه حاجات برضو، هتلاقي فيه ان شاء الله حاجات كتير جدا هتفيدك. فعشان مطولش عليك، لو انت اول مرة تشوفني انزل اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس، وياريت لو كومنت عشان ده بيفرق جدا وبيخلينا نركز في اللي جاي. فخلينا نخش سريعا كده. الاوت دور مبدئيا خلينا اقول لكم تفاصيل كده عنه سريعا، يعني مختصرة. الاوت دور انت دايما بتركز على الشخص او العميل اللي ماشي في الشارع، تمام؟ الناس اللي دايما سايقه او ماشي على طريق او الكلام ده كله. فطبعا بيكون باختلاف شغل السوشيال ميديا، بمعنى ان الاوت دور مثلا انت بتحتاج ان انت تحط صوره وكلمه فقط لغير، على اساس الشخص اللي سايق العربيه ده ماشي حتى لو على طريق سريع يقدر يفهم والفكره توصل له بكل سهوله، من غير ما يبدا ان هو ايه يشوف كلام كتير فيقول لك لا انا مش هركز طبعا، لان انا سايق، بمجرد ما اركز حتى لو نص دقيقه يعني هيحصل مشكله. فالموضوع بيحتاج لحاجات خفيفه جدا، فاحنا النهارده ان شاء الله هنبدا كده. خلينا مثلا هنشتغل على مقاسات الاوت دور اللي هي بتكون بالسنتيمتر، طبعا على حسب الستاند الموجود او الفوانيس اللي هتشتغل عليها او البيلبورد او الكلام ده كله. فاحنا مثلا هنشتغل النهاردة على المقاسات اللي هي الستاندات، ودي يعني معظمها بيكون 2x3 او 2.5x2 او متر ونص في متر، فده على حسب كل مقاسات شغل معينة. فخليني هبدأ مثلا بالمتر في متر ونص، ريزوليوشن 72، فالمقاس هيكون بالشكل ده كده، تمام؟ طيب الناس المبتدئين، لو انا راجل عايز اعمل خلفيه بسيطه من غير ما اروح على جوجل او على اي موقع تاني وابدا اكتب باك جراوند واشد وبتاع، لا انا عايز اعمل خلفيه كده من الصفر سريعا ويكون شكلها احترافي وكويس، فهقول لك تعمل ايه. لو رحت هنا كده بصيت على ايدك اليمين هتلاقي دايره كده نصها ابيض ونصها اسود، تمام؟ لو دوست عليها هيفتح لك القايمه، ما تزغفش، الموضوع بسيط، تمام؟ كل اللي هتعمله ان انت هتدوس على اول واحده اللي هو السوليد كلر، تمام؟ هيبدا يفتح لك المربع ده، تمام؟ ومن هنا هيبدا ايه اللون هيتغير معاك في المقاس اللي انت عملته في البدايه. فهنا هتختار درجه اللون اللي انت عايزها، هنختار مثلا اي درجه من الدرجات دي، تمام؟ وهدوس اوكي. انت حاسس ان الدرجه طبعا غامقه او قافله او الكلام ده، هقول لك تعمل ايه. الاحترافيه هنا ان احنا بنحاول نغمق الاجزاء اللي هتبقى في الكورنرات، وبنحاول نعمل لايت كده يكون شكلها لذيذ جدا في النص، على اساس ان هي ايه تخلي السبوت او تخلي تمركز البصر يكون في الجزء اللي احنا هننوره مع المنتج اللي احنا هنحطه. فهنعمل نيو لاير من عند المربع اللي فيه علامه البلس دي، لو دوست عليها كده هيعمل حاجة اسمها نيو لاير. انت اي حاجة طبعا بتعملها هنا في الديزاين بيبدأ يعمل لك حاجة اسمها لاير بيها هنا، على اساس ان انت تقدر تتحكم بيها او فيها في اي وقت تاني. فهجيب البرش كده، تمام؟ وركز معايا، انا هدوس كليك يمين وهجيب البرش الخفيفة مش التقيلة، يعني الخفيفة اللي هي فوق دي، تمام؟ وهبدأ ادوس الت من الكيبورد وركز في المربع اللي على الشمال ده. اول ما هدوس الت وهدوس كليك شمال على الدرجة اللي انا واقف عليها دي، هيبدأ ياخد لي كوبي من الدرجة دي يحطها لي في المربع ده. فانا هدوس هنا كده على المربع ده ومش هخليها نفس الدرجه، لا انا هخليها حاجه تكون رايحه يعني ناحيه الابيض شويه، وهبدا اكبر السايز بتاع البرش وهعمل كليك في النص كده هيبدا ينور معايا الجزء ده. طيب لو دوست كنترول تي من الكيبورد والت وشيفت، يعني دايما وانت بتكبر اي حاجه بقى، اي عنصر او اي حاجه في الديزاين، لازم تبقى دايس الت شيفت، على اساس ان انت لو ما دوستش وجيت تكبر كده ممكن تتمط معاك شمال يمين تحت فوق مش عارف ايه. لكن لو دوست الت يعني كنترول تي وبعد كده الت، كنترول تي دي بتعمل ايه؟ لما بدوس كده بيبدا يظهر لي المربع اللي انا هكبر منه. طيب في ناس بتحب دايما ايه تظهر المربع ده لو انت علمت هنا كده،
ولو مش يعني هي لو مخفيه عندك ممكن تعلمها او كنترول تي هيجيب لك المربع ده. الالت والشيفت لما بدوس عليهم وبكبر هو بيكبر لي نسبه وتناسب على طول كده مع بعض من غير ما يمط لي اي حاجه في اي حاجه. فهنا كده هنقول ان احنا نورنا الجزء اللي في النص، طبعا الشكل بدا يبقى كويس جدا تمام اهو. طيب الخطوه اللي فيما بعد هو ان انت بتبدا تشوف الصوره اللي انت هتشتغل عليها تمام. خلينا مثلا هنشتغل على ساندوتش مثلا، هكتب برجر او برجر على حسب بقى انتوا بتنطقوها ازاي. ف هكتبها بي ان جي. بي ان جي يعني ايه؟ يعني هيجيبها لي مقصوصه. طب انا لو شلت البي ان جي وسرشت بالاسم هيجيب لك حاجات فيها باك جراوند وانت مش محتاج الكلام ده، انت عايز الصوره تكون فاضيه تاخدها على طول تحطها يكون شكلها لذيذ. فخلينا كده ندور مع بعض، ممكن مثلا سريعا ناخد اي حاجة. فخلينا مثلا هنختار صورة تكون بس الكواليتي بتاعتها تكون عالية تمام. طبعا انا قصد ان انا احمل لك الصورة دي من جوجل، لان في ناس كتير احيانا بتستهون بجوجل ويعني انا مش عارف اقول لهم بصراحة، لان احيانا والله بتلاقي حاجات هنا صعب ان انت تلاقيها يعني في مكان تاني. فانا مثلا هختار الصورة دي وهدوس تحميل هنا كده او تنزيل، هيبدأ يقول لك انا انسان اكيد، هبدأ ادوس له على الصورة اللي هو عايزها، هيبدأ يعمل لي داونلود للصورة هنا كده. هشدها معايا بالشكل ده على الفوتوشوب وهسيبها في نص الديزاين، وهحاول اكبر زي ما قلنا الت شيفت من الكيبورد وهبدأ اكبر من الكورنر ده. بس كده حطينا الصورة وعملنا الباك جراوند بكل سهولة تمام. ركز معايا، هعمل حاجة اسمها color balance، وهتلاقي فيه سهم نازل لتحت هنا كده او control alt j، ده عشان اعمل ايه؟ عشان ادخل color balance دي اللي انا هعملها او اللي انا هعمله ده جوه الساندوتش بس، ما يعمل ليش على الشغل بتاع الباك جراوند كله. فهبدأ اهو، يعني انت كده بتبدأ تغير هنا، هتحاول تخلي الساندوتش يكون واخد من نفس التون بتاعت الباك جراوند. يعني ايه؟ يعني شايف احنا صفرناه سن صغير عشان يبقى واخد بس من نفس الجو ده تمام. تمام طيب لو انت حابب بقى تضيف عناصر تانية زي بيبسي مثلا، زي بطاطس، زي اي حاجة بتبدأ توزع العناصر دي. خلينا برضو سريعا كده، لو انا هكتب هنا مثلا باكت بطاطس بالعربي عادي، ممكن تحط جنبها البي ان جي برضو اللي احنا اتفقنا عليها تمام. هيبدا يجيب لك اكتر من شكل بالمنظر ده. طبعا ممكن تاخد اي صوره بس دي عليها لوجو تمام، فاحنا ممكن يا اما بنمسح اللوجو اللي عليها ده ونحط اللوجو بتاعنا تمام، يا اما بنحاول نشوف حاجه تانية ما يكونش ايه عليها لوجوهات خالص زي الحاجات اللي شبه كده تمام. بس خليني اخد معاكم الصوره دي شكلها كويس، وهعمل لها تنزيل برضو. هيبدأ يقول لك على نفس الاختبار هنا، بيقول لي حرف التي اللي هو ده، وبعد كده الفي، بعد كده الكيو، بعد كده الار تمام اهو. تمام البطاطس ممكن نخليها تبقى ورا مثلا بالشكل ده حاسس ان ركزوا معايا برضو في المشكله دي، عشان الناس اللي ايه اللي لسه مبتدئه احيانا بتقع في المشكله دي وما بتاخدش بالها. طيب ركز معايا في الكادر بتاع تصوير الصوره بتاعه الساندوتش، هتحس ان هو واخد الكادر ده معدول جدا، يعني حاطط الكاميرا بدون اي ميل تمام، بعكس صوره البطاطس. هنا البطاطس هتحس ان هو رافع ايديه لفوق السنه، يعني لما جه يصور رفع ايديه لفوق سنه. فلو بصيت للقعده بتاعه الساندوتش كده والقعدة بتاعت البطاطس هنا، هتلاقي ان الاتنين منظورهم مش واحد. فهنا ببدأ طبعا اشيل الصورة وابدأ اشوف صورة تانية تكون اهي حاجة شبه كده، تكون واخدة نفس الكادر او بنفس الزوايا بتاعت الساندوتش بالظبط، عشان الدنيا كلها تبقى ماشية على نفس اهو. شايف طبعا الموضوع ده بيفرق جدا، او بيفرق في ايه؟ بيفرق مع الناس اللي دخلت قيمك انت كديزاينر مثلا، بيبدا يشوف الاخطاء اللي عندك، انت واقع في ايه، انت مركزتش في ايه، فكده يعني. فاحنا خلينا نحط البطاطس مثلا بالشكل ده تمام، وممكن نحط مثلا بيبسي
ودايما وانت بتختار الصورة حاول تركز على الصورة اللي تشد حاجة، حاجة كده يعني تخطف العين، مش مجرد انت داخل تجيب صورة خلاص، يعني شايف الشكل ده مثلا مش زي الشكل ده، فاهمني؟ انت لو بصيت هنا هتحس ان فعلا ال الكنز دي شكلها فعلا يعطش، يعني حاجة كده فيها نقط مية وفيها الشغل ده. فاختيارك للصور كمان لازم أن يبقى دقيق جدا جدا، ويكون عندك صبر في اختيار الصور. مش معنى ان انت ايه مش لاقي فخلاص بقى تجيب اي حاجة، فالديزاين في الاخر هيطلع معاك اي حاجة، يعني على حسب ما هتعمل، على حسب ما هتطلع بنتيجة بقى. انت كرويت، انت اهتميت، انت مش عارف ايه، كل الكلام ده هيبدأ ايه الموضوع يبقى بالشكل ده يعني. تمام. كمان حاول تخلي العناصر تكون ايه، يعني ما يبقاش دي اكبر ولا 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 اصغر، برضو حاول تخلي ان البطاطس تكون مثلا قد البيبس، ويكون التمركز البصري كله على الساندويتش. انا عايز يعني انا العرض بتاعي الاصلي على الساندويتش ودي الاضافات، فلازم بكبر المنتج الرئيسي ده هو ده، والحاجات التانية بيكون ليها برضو نسبة مثلا 40-50 او على حسب بقى انت هتعملها ايه، فبيكون بالشكل ده في الاخر. فهرجع للصور تاني. تمام. وهنا مثلا ممكن نكتب بصل بNG. احنا هنعمل الديزاين بتاعنا كله من جوجل. هبدأ اعمل داونلود، مش هدوس عليها برضو، هنحملها بنفس الطريقة. هنا مثلا هتلاقي تحميل مجاني، وهشد معايا الصورة بالشكل. طبعا البصل ده احنا ممكن نخليه يبقى طاير، يعني انا مثلا ممكن اعمل ايه، ممكن اشد الصورة دي كده، اخلي اللير بتاعه يكون اول حاجة فوق على اساس ان هو يبقى قدام الساندوتش. ممكن نروح لفلتر وبلور ونشوف الموشن بلور، ونبدأ نزود هنا كده في الجزء ده، هيبدأ ايه يطير لك يعني البصل بالشكل اللي انت شايفه ده. ممكن ايه نحاول نخليه على الجوانب كده. تمام. ممكن كمان نجيب طماطم او فلفل او الحاجات اللي هي بتدي ايه شكل كده، وفي نفس الوقت بتحس ان هي بتدي يعني ايه حق بالجوع كده او كلام ده يعني. كمان عندنا ممكن ناخد الطماطمية المقطوعة دي المقصوصة. تمام. هنعمل فيها نفس ما عملنا في البصل اهو، برضو بلور وموشن بلور. حاول بس نصغرهم شوية على اساس ان هما ما يخطفوش قوي العين يعني. يعني احنا عايزين الدنيا تبقى ايه، تبقى مركزة اكتر على صورة الساندوتش والعرض الموجود يعني. كمان البصل ده هنحاول ايه نصغره بالشكل ده اهو. تمام. تمام. طيب كان معانا صورة الطماطم اللي هي دي. لو ضفناها وحسينا ان هي مش كويسة، انا كنت متأكد انها ممكن ما تبقاش كويسة، بس خلينا نعمل محاولة. يعني انت لو حسيت ان هي لا ملهاش لازمة طبعا بتمسحها على طول يعني. طيب خلينا ممكن يعني انا شايف ان هي ملهاش لازمة بصراحة، فممكن نلغيها خالص. تمام. اوكي. ونروح بقى سريعا كده على فريبيك. ده موقع بيديك هو في اشتراكات طبعا، بيديك الحاجات اللي هي المدفوعة دي بيكون شكلها افضل، والحاجات في حاجات فري كتير برضو بيكون شكلها كويس. فانا هكتب له هنا فاير مثلا، نار، عايزين حاجة يكون فيها الشغل ده. تمام. وهبدأ انزل كده. احنا ممكن ناخد الصورة دي، وممكن كمان ناخد الصورة دي، وهنزل هنزل هنزل هنزل. ممكن نشوف ايه كمان. حاول تاخد وقتك في السيرش، حاول ما تبقاش متسرع، حاول تشوف الحاجة اللي تخطف العين. تمام. كل الكلام ده بيكون مهم جدا في ان انت تطلع حاجة كويسة. فهنشوف. طيب خلينا نعمل داونلود للكلام ده. تمام. وهنستنى شوية اهو. هنا عمل لي داونلود، هبدا ادوس عليها، هيفتح لي هنا الجي بي جي. طبعا مش هينفع استخدمه عشان في باك جراوند مربع، فهفتح الاي بي اس، وده بيفتح معاك على الالستريتور. تمام.
هنستنى حاول نشوف حاجة تانية. الملف التاني اتحمل اهو، هبدأ افتحه هو كمان، هدوس له نوع عادي اهو، الملف هيفتح معاك بالشكل ده والملف التاني هيفتح معاك بالشكل ده. هجيب السهم اللي فوق ده كده وهبدأ ادوس كليك، طبعا هتلاقي ان هو عمل لك سيليكت على كل حاجة. لو انت فتحت القايمة دي وجبت هنا قايمة اللايرز، هي فين اهي، تمام، وهتفتح الليرز الموجودة دي كلها وهتبدأ تشيل منها الباك جراوند اهو بالشكل ده. طبعا ممكن ناخد الصورة كده عامل عليها سيلكت وهشدها معايا على الفوتوشوب، بس تعليقة حصلت اهو، وهبدأ اسيب الصورة هنا كده بالظبط. طبعا الاسود اللي حوالينها ده هقول لكم دلوقتي هنعمل فيه ايه بكل سهولة، موضوع بسيط. هبدأ كنترول تي، هكبر الاول، طبعا هتلاقي ان الدنيا تقيلة معاك لان ده المفروض ان هي كده فيكتور، تمام. هقول لك برضو نحل المشكلة دلوقتي ازاي، بعد ما تكبر الصورة هتدوس كليك يمين على اللاير وهتختار حاجة اسمها كونفرت سمارت اوبجكت، كده بقى تصغر تكبر هتلاقيها خفيفة معاك وهتحافظ على نفس الكواليتي اللي انت عملتها. طيب الاسود ده نحله ازاي؟ لو جيت عند النورمال هنا كده هتعملها سكرين هتلاقي الموضوع اتحل معاك بالشكل ده. احنا هنخلي النار دي تبقى من ورا بالشكل ده، جميل. وركز معايا في الخطوه دي، انا هدوس كنترول جي من الكيبورد او كنترول ت بالعربي، تمام، هدوس اهو عشان يعمل لي كوبي من نفس اللاير بتاعه النار، وهدوس كنترول تي عشان اظهر المربع اللي انا قلت لكم عليه اللي احنا هنصغر او نكبر منه، بس المره دي هنشد من اللي فوق لتحت عشان يعمل لي انعكاس للفاير الموجوده. وطبعا هقلل الاوست من هنا كده شويه اهو، فبدأ يعمل لي انعكاس شكله لذيذ، بس طبعا مش عايزينه بنفس الوضوح. فهنعمل ايه؟ هنروح للبلور وهنختار الفلتر ده هنا، كل ما تزود الفلتر ده هتبدأ شايف بيعمل ايه، بيحاول ينغمش لك الدنيا كده او يعمل لك عليها بلور من تحت على اساس ان الدنيا تبان ان هي انعكاس يعني واقعي الى حد ما، تمام. هنروح للملف التاني نفس الخطوة اللي عملناها اهو اهو، هشيل كمان الباك جراوند البيضة وهروح عامل سيلكت على كل الكلام ده وهشده معايا بالشكل ده. طيب اللاير دي انا محتاجها تكون هي اللي تبقى قدام كل العناصر دي، مش هتبقى ورا المرة دي، هكبرها الاول. ما ينفعش اعمل كونفرت عشان ما لما هاجي بعد كده هعمل كونفرت واكبر هلاقي ان هو حافظ لي على الكواليتي الصغيره، لا انا بكبر الاول وبعد كده بعمل الكونفرت اللي قلنا عليه عشان الصوره تخف معايا. اخليها تبقى قدام وبعد كده هعمل نفس الخطوه اهو، موضوع سهل جدا وبسيط. طيب هاجي بقى في الجزء اللي فوق اللي هو بتاع اللوجو او الكلام اللي انا عايز اكتبه. فاحنا مثلا هنعمل الديزاين ده، هنقول ان احنا عندنا خصم 50% على وجباتنا مثلا، اي حاجة بقى. فهكتب كلمة خصم الاول لوحدها بالشكل ده وهخليها مثلا بفونت يكون واضح وصريح جدا، لان الاول دور طبعا بيحتاج ان انت تشتغل على الحاجة بكل وضوح ما فيهاش شغل كتير عشان الناس زي ما قلت لك اللي بتبقى ماشي على طريق. وهنا هكتب مثلا 50% وهختار مثلا الفونت يكون انجليش وحاجة تكون بولد يعني تكون ضخمة كده، حاجة تكون باينة، تمام. وهنكبر 50% وهنصغر شوية كلمة الخصم بالشكل ده مثلا، وممكن نخليها ناحية اليمين لو احنا هنحط حاجة تانية ناحية الشمال. طيب خليني هحط خط كده يفصل عشان العين بس تبقى يعني عارفة تفصل ما بين ده وما بين الكلام اللي هنكتبه في الناحية التانية، تبقاش الدنيا سايحة في بعضها. هدوس Alt كده وهشد بالكليك هيعمل لي كوبي على طول، سهلة يعني. هنكتب خصم 50% على
وعجبتني. او خلينا نحط جميع على اساس ان احنا الكلام يبقى قد بعضه شوية، فهصغر على جميع ده حاول ارفع دي لفوق شوية، وكمان هحاول اصغر دي شوية. وهقول لكم دلوقتي انا بعمل ايه، انا بحاول اخلي الدنيا كلها تكون مسطرة، يعني تكون قد بعضها بالشكل ده، متبقاش في حاجة أعلى من حاجة، في حاجة أكبر من حاجة، فاحنا ايه لازم برضو نبقى مركزين في الجزء ده. والخط ده لا هو كده بولد قوي، هنحاول نخليه بقى أرفع مثلا، وهنحاول نبعد الدنيا عن بعضها شوية بالشكل ده كمان كده تمام. وهشيل الجايد اللي احنا جبناها دي خالص اهو كده، الرسالة باينة وصريحة. طبعا لو حبيت تكبرها شوية او صغرها شوية، المهم يكون منظورها كويس ومريحة للعين، ما فيهاش اي زحمة ولا اي وش. خلاص اوكي. طيب الجزء اللي تحت خالص ده بيكون عن بيانات التواصل، اللي هو مثلا بيكون الرقم، هنكتب اي رقم مش مشكلة تمام. وده برضو لازم يبقى كبير شوية عشان يتشاف بسرعة، وتحته مثلا هكتب كلمة هوت لاين، وهحاول اوسع ما بين الحروف بالشكل ده على اساس ان انا لما اصغر كده تبقى طويلة معايا ومتشافة. طيب الرقم محتاج يبقى فيه شوية شغل بقى، لان هو كده تايه في قلب الباك جراوند، فانا ممكن امسك الاثنين كده وهعمل كنترول A على اساس ان هو يعمل لي ميرج مع بعض. وممكن اروح على جوجل واكتب هنا ايكون فون، هيجيب لي الايقونات، هاخد اي واحده انا شايفها ان هي كويسه بالشكل ده وهشدها معايا بالشكل ده، واخلي لونها يكون ابيض برضو، بس هحاول اصغر الايكون شويه. وبعد كده هعمل ميرج كل الكلام ده مع بعض. ركز معايا، كل اللي هعمله كنترول جي عشان ناخد كوبي، وهاجي عند اللاير اللي تحت هعمل ستروك بالشكل ده. الستروك ممكن يبقى باللون الاسود او نبيتي، على حسب بقى ايه اللوجو اللي انت هتشتغل من الوانه طبعا، يعني الموضوع مش هيبقى كوسة تمام. طيب ركز معايا، انا عملت اول ستروك، هعمل كوبي تاني من اللاير بتاعة الستروك دي اهو تمام، وهروح للستروك، عارف ان الخطوة ده ممكن تتوهكوا شوية، هزود هنا الستروك شوية وهعلي اللايت بتاعتها، او هنروح ناحية الابيض ما عندناش مشكلة خالص، هيبدأ الرقم يتحدد معايا بالشكل ده. هاجي بقى عند اللي فوق خالص اللي هو ما فيهوش اي ستروكات، ممكن تغير لونه عادي الاصفر، ممكن تديله بيبل كده بالشكل ده، ممكن كمان دروب شادو وتطلع بالفوق شوية فيعمل معاك شكل 3D ده. بس طبعا اصفر على اصفر برضو انا حاسس ان الدنيا سايحة في بعضها، فاحنا ممكن نخليها ابيض ما عندناش مشكلة، والبيبل ده يكون واخد الرصاصي بالشكل ده، ففي الاخر هيطلع لك الرقم بالشكل ده، غالبا هيكون متشاف جدا ومقري وسهل جدا ان هو يتلقط يعني بسرعة كده. خلاص كلهم مع بعض، ممكن كنترول A اعمل ميرج كله مع بعضه، وبعد كده ممكن اعمل لهم دروب شادو كده بالشكل ده زي الفل. طيب الكلام اللي فوق ده احنا ممكن برضو نعمل فيه حاجة بسيطة، انا ممكن اعمل ميرج لكل الكلام ده اهو، وهعمل كوبي من نفس اللير، وهمسك اللير اللي تحت هنزلها لتحت شوية،
وهخلي الابيض ده ما يكونش ابيض، ممكن يبقى رايح ناحية الرصاصي او الاسود، وهعمل دروب شادو خفيف بالشكل ده، وهنزل لتحت كده فيبدأ يديني شكل 3D ويبقى شكله لذيذ بالمنظر ده. طيب عشان برضو مطولش عليكم، هنعمل اخر حاجات، هروح مثلا بالسموك وهشوف شكل يكون كويس من وجهة نظري، هعمل نسخ، هطلع فوق خالص وهعمل كنترول V وبعد كده سكرين، ده عشان اعمل دخان كده للساندويتش يديني شكل كويس. ركز معايا، هجيب الاستيكة الخفيفة، هعلي السايز بتاعها، اكبره شوية، الفلو ده هقللها عشان امسح بالراحة اهو، هبدأ امسح كده، ممكن ارفعها لفوق شوية على اساس ان هو يبقى طاير لفوق بالشكل ده، يعني تبقى حاجة ايه، حاجة بسيطة برضو، ما تبقاش زحمة ولا فيها وش، الكلمة دي ممكن نكبرها شوية. فهتلاقي ان انت في الاخر نفذت ديزاين تقريبا ما خدش مننا وقت كتير، بس ايه يعني ملفت والرسائل واضحة ما فيهاش كلام. طيب هنروح بقى الاول لير فوق خالص، تمام، وبعد كده هدوس على الدايرة النص نص، وهجيب حاجة اسمها color lookup، وبعد كده هنختار مثلا دي، ونختار من هنا اخر واحدة، تمام، وهنحاول نقلل الاوبسيتي شوية. انا كده بعمل ايه، بحاول اعمل بقى color mode كده او تون معينة للديزاين يكون شكلها لذيذ اهو. ممكن نعمل واحد كمان ونختار مثلا مثلا ده كويس، هجيب من هنا السوفت لايت، ممكن نقلل كده او خلينا في النورمال العادية، حاول طيب نحاول نغير هنا كده نشوف ايه اللي ممكن يظبط. السوفت لايت افضل حاجة، تمام. ممكن كمان نعمل واحدة كمان وننزل كده واحدة واحدة، دي برضو كويسة بس هنقلل الاوبستي فيها قوي بالشكل ده، وبعد كده هنروح للكالر بالانس، هنبدأ برضو نلعب هنا كده في الحاجات دي، شادوز كمان، هايلايت، تمام. هعمل كل الكلام ده في الجروب وهبدأ اشوف كده، طبعا النتيجة افضل، تمام تمام. خلينا اقول ان انا خلصت الديزاين بتاعي وهبدأ اعرضه بقى على الموكب بالشكل اللي احنا هنعمله ده، هسيف الديزاين بتاعي خلاص، تمام، وهبدأ وانا سيفته على الديسكتوب اوكي، هبدأ اروح على فريبيك وهكتب له هنا موكب مثلا اوت دور، هيبدأ يجيب لي الأشكال اللي انت شايفها قدامك دي. هبدأ انزل كده لحد ما اشوف حاجة احس ان هي كويسة، وحاول تاخد وقتك في الموضوع ده، اهو طيب. خلينا نختار حاجة مثلا ما فيهاش زحمة بالشكل ده، حاجة تكون في الهادي كده، وهعمل لها داونلود لان دي غالبا نفس المقاس اللي احنا اشتغلنا عليه، يعني استنى لحد الداونلود ما يخلص. طبعا الموضوع بسيط، يعني محدش يبقى فاهم ان الديزاينات اللي انت بتشوفها قوية جدا على اي كان بقى البيهانس او اي مكان، حتى لو ماشي في الشارع وشفت ديزاين قوي، في ناس بتحس ان الموضوع صعب، وانا امتى اوصل للمستوى ده وامتى ابقى محترف كده. الموضوع والله مش محتاج غير حبة تركيز بسيطة، هي تركات، هي حاجات كده لازم تركز، يعني عامل زي الطبخة اللي مثلا لو حطيت فيها اي حاجة زيادة هتبوظ الدنيا، ليها بتبقى ليها نسب معينة عشان تظبط معاك قوي، فاهمني؟
فانت لو ركزت في النسب دي هتلاقي الموضوع يعني ما فيهوش اي صعوبه. فخليني هفتح معاكم البي اس دي ده اهو، ركز معايا. اي ملف بتفتحه من على الموقع اللي احنا حملنا منه ده هتلاقي ان هو هنا كده في اللايرات، في لاير مخفي او مش شرط يكون مخفي بس بيكون يعني بالشكل ده. فلما بدوس عليه دبل كليك كده في المكان ده بيفتح لي الديزاين المعروض هناك اهو. فكل اللي بعمله ان انا بشيل الديزاين ده وبحط الديزاين بتاعي بس كده، تعملش اي حاجة تانية اهو. غالبا هو نفس المقاس بالظبط زي ما قلت لكم في البداية يعني. حطيت الديزاين حلو، بروح قافل الصفحة دي وبدوس بيس بس كده يا سيدي، هتلاقي ان الموضوع معاك بالشكل اللذيذ اللي انت شايفه ده. تمام كده. طيب لو انا حابب بقى اغير الابيض اللي حوالين الديزاين بتاعي، احنا ممكن نعمل كل الكلام ده ميرج كده، وبعد كده بالماجيك سريعا اعمل سيلكت على الابيض كده، وبعد كده كنترول جي من الكيبورد عشان اخد كوبي من الابيض بس، وهروح على ساتوريشن كنترول الت جي وهدوس على علامة الصح، هيبدا شايف هيغير لي في لون الباك جراوند البيضاء. من هنا ممكن نختار المالتي، ممكن نعلي هنا، ممكن نزود اللون، ممكن نبدا نتحرك بدي، هيبدا يغير معاك الشكل اهو اهو. ممكن ناخد اللون القريب شويه من الديزاين. تمام. وممكن كمان نعمل نيو لير، وهجيب البروش هاخد الدرجه زي ما قلنا في الاول، هخليها اللون الابيض وهعمل كليك كنترول الت جي عشان اخلي الابيض ده يبقى متوزع هنا كده بالظبط. تمام. وممكن نمسك الديزاين كله نكبره كده ونجيبه ايه ناحيه الشمال شويه اهو. وبعد كده ممكن اعمل ميرج عادي وهكبر الجزء ده بالشكل ده، وممكن امسك الديزاين اخليه هنا كده على اساس برضو ان العميل لو عايز يشوف ده مع ده يبقى انا اعطيله كل الكلام اللي هو عايزه، وهكبر له الشكل كده. وممكن نديله ستروك عادي بنفس درجة اللون مثلا دي. بص معايا كده هتلاقي ان الديزاين شكله تحفة، ما خدش معانا وقت. الموضوع زي ما قلت لكم مش محتاج غير تركيز في الحاجات البسيطة يعني، حاول ما تأفورش في اي حاجة. مستني رأيكم، يا رب يكون الدرس عجبكم، يا رب يكون كان سهل. ما تنساش تشترك في القناة لو انت لسه اول مرة تشوفني، كمان اللايك كمان الشير، وخصوصا الكومنتات لو في اي حاجة اي ملاحظة تقدر تكتبها لي، وان شاء الله نظبطها في اللي جاي. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.